جحيم الأرض تشتعل في إيران. صحراء حديثة التكون تقبع بين الجبال. حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية جعلتها تتربع على عرش أشد بقاع الكوكب حرارة، صحراء لوط، أين حرم على البشر العيش، ولكن سكن الجمبري رمالها عوض البحار. اكتشاف غريب آخر بأياد عربية، فهل من جديد آخر لم تصلك أخباره بعد؟ عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، كما أن مرورك علينا بالتعليقات يسعدنا. صحراء لوط، وحسب بعض المصادر فقد اكتسبت اسمها من الذين تداولوا على التواجد في تلك المنطقة عموما، والتي يرجح أنها نفس المكان الذي اتخذه نبي الله لوط موطنا له ولجأ إليها. تقع صحراء لوط وسط أعمق نقطة في الهضبة الإيرانية، حيث يصل عمق مكانها إلى حوالي 300 متر، وهذه الهضبة تحتل مساحة شاسعة من إيران وباكستان وأفغانستان. وحسب خبراء المناخ فإن هذه البقعة تعتبر من الصحاري حديثة التكون، فقد ظهرت تدريجيا بفعل الجفاف الذي تمكن منها، وساهم في ذلك بعدها عن مصادر رطوبة البحر من جهة، وتواجدها في منطقة شبه استوائية من جهة أخرى بطول يبلغ 1100 كيلومتر و200 كيلومتر عرضا. توسطت صحراء لوط مجموعة من السلاسل الجبلية، منها سلسلة جبال كوهينان التي سيرتها من الغرب، وجبال بيلنجان من الشرق. موقعها هذا جعلها منخفضة جدا مقارنة بما يحيط بها، وبالتالي عرضة للكتل الهوائية الجافة والساخنة، التي كانت من الأسباب الرئيسية التي جعلت صحراء لوط أكثر المناطق جفافا وحرارة في العالم. واكتسابها نفس خصائص مناخ البحر الأبيض المتوسط جعل مناخها صحراويا ساخنا يستحيل العيش فيه. وتميزت المنطقة بمناظر طبيعية تكاد تكون أقرب للخيال في تناقضها، حيث تجاور هذه الصحراء منعدمة المياه الجداول والأنهار المنبثقة من السلاسل الجبلية الهاشمية. صحراء لوط الحجرية شيدت على رمالها قصورا، لكنها قصور لم تكن ليد البشر دخل فيها، نصبتها الطبيعة بين الصخور السوداء المتناثرة هناك. وطبعا دون احتساب التغيرات المناخية عموما، فقد لعب هذا النوع من الصخور دورا رئيسيا في درجات الحرارة القاسية هناك، ذلك أن لها قدرة هائلة على امتصاص الحرارة تفوق بكثير قدرة الرمال البيضاء عموما. ومن أقصى الدرجات المسجلة بصحراء لوط كانت 80.8 درجة مئوية، وقد أزاحت بذلك وادي الموت من رأس القائمة، وهي منطقة تقع في كاليفورنيا الأمريكية شرقا، وكذلك صحراء العزيزية الواقعة بطرابلس الليبية جنوبا، والتي سجلت درجة حرارتها 58 درجة مئوية في 1922، وذلك حسب 11,000 محطة رصد جوية تعنى بقياس حرارة الهواء موزعة على مختلف بقاع العالم. وصارت هذه المناطق الثلاث ومنها صحراء لوط الأكثر بروزا في سجلات هذه المحطات المتوفرة منذ ما يزيد عن قرن. الجمبري ينمو في صحراء لوط. لن تنفك الاكتشافات العلمية من زعزعة ما اعتقدنا أنه ثابت، فهل لك أن تتخيل أن هذه المنطقة القاحلة مكانا ينبض بالحياة، وليس للبشر وإنما للجمبري؟ نعم،
فهذه المعلومة جئناكم بها من الواقع لا من الخيال. وإليك بالتفسيرات العلمية. أولاً، الجمبري هو من القشريات المنتشرة في غالب أنحاء العالم، ويمكنه العيش سواء في المياه العذبة أو المالحة حسب النوع. ولكن كيف له أن ينمو في صحراء لوط؟ الأمر كشفته أبحاث علمية أمريكية ورد فيها أنه بعد نزول الأمطار هناك تبدأ قشريات صغيرة بالخروج من الأرض، بعضها يمكن أن يكون على شكل بيض مدفون لفترات قد تمتد لعقود في حبيبات الرمل، ينتظر بعضا من المياه لتتم عملية التفقيس. وبفعل برك المياه التي نادرا ما تتكون، تسبح هذه القشريات الريشية لمدة تصل إلى شهرين كأقصى تقدير رأسا على عقب في تلك البحيرات، إلى أن تموت تدريجيا بسبب جفاف تلك البرك. سجلت هذه الظاهرة في أماكن أخرى، منها سهول منغوليا وغابات لونغ آيلاند، ومؤخرا اكتشفوها في آخر مكان متوقع وهو صحراء لوط، آخر مكان يمكن أن يعثر فيه الإنسان على المياه. ورغم أن عددا من العلماء اعتبروا الأمر عاديا، قام عالم عربي في 2017 بزعزعة المجال عندما تحدث عن اكتشاف نوع جديد من الجمبري، أو كما يسمونها قشريات المياه العذبة. تفاجأ بها هو ومجموعة من المستكشفين أثناء بعثة بحثية إلى صحراء لوط. وعلى حسب تعبيرهم، فهذا النوع الجديد الخامس هو آخر ما توقعوا إيجاده في البركة الوحيدة بعدما يقارب عقدا من الجفاف المتواصل. وأطلق على هذا النوع اسم بي فهيمي نسبة للدكتور هادي فهيمي الذي يعود له هذا الاكتشاف. وكمحاولات لاحقة للتأكد من المعلومة مجددا، انتهت مجملها بالفشل، أو لنقل بعدم الإنجاز أصلا، نظرا لسببين: الأول جفاف تلك البحيرة الصغيرة، والثاني وفاة العالم هادي فهيمي بعد تعرضه لحادث تحطم طائرة في إيران بعد سنة من رحلته الشهيرة تلك إلى لوط. وإلى يومنا هذا الكل يقر بنمو الجمبري في صحراء لوط، ولكن لا أحد يمكنه الإقرار بحقيقة النوع الخامس ما دام لا يمكن التنبؤ بموعد ظهور برك مياه جديدة في أحر الأماكن في هذا الكوكب التي تمنع ذلك البيض من مغادرة رمالها الحارقة.